علم النجوم،关于占星术。ينقسم إلى قسمين،关于星宿的学问分为两个方面。جائز وغير جائز. 一种是合法的，一种是非法的。الجائز 合法的是。بعض الناس في النجوم يعرف الجهات أن هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب. 通过星宿来辨别东南西北各个方向。فهذا يجوز. 这是允许的。أحيانا بالنجوم يعرف جهة القبلة. 我们可以通过星宿来了解朝向。هذا من العلم الجائز. 这都是允许的。أما العلم الذي لا يجوز. 对于不允许的。بل هو من الشرك. 那些是属于举办。يعتقد أن النجوم هي التي تفعل أشياء في الأرض.认为星宿可以决定地球上的一些事物。يقول طلع هذا النجم يموت فلان. 认为某一个星星出现，某一个人会死。طلع هذا النجم ينزل الغيث المطر. 某一个星宿出现会下降雨。هذا من الشرك. 这都是举办的行为。النجوم هذه مخلوقة. 星宿是被造物。خلقها الله سبحانه وتعالى. 阿拉创造了它。وضعها في هذه الأماكن. 安拉使他们在各自的位置上。كيف نجعلها هي المنزلة للمطر الغيث؟ 它和今世我们地球上的这个拯救的事情各种。ليس لها علاقة. 他们之间没有任何关系。وليس لها علاقة بموت الأشخاص. 和某个人死亡也没有关系。نعم.